السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم الحلوة بكل خير. رجعنا لماري ميكر 2، وفي الحلقة هذه راح نكمل مراحلكم اللي أرسلتوا ليها في بوست الانستغرام. طبعا في كثار زعلانين ليش ما لعبت المراحل تبعتنا ومن هالكلام، فعشان كذا قررت اني اخليها مرحلة ثالثة، راح العب بقد ما اقدر احاول اني اخلص مراحلكم كلها، طبعا مراحلكم اللي صممتوها. واساسا في بعض المراحل اللي حاولت العبها لكم الكودات ما كانت صحيحة، فخلونا ما نطول اكثر في المقدمات، ان شاء الله تكون المراحل ممتعة ونستمتع كلنا. وين الفوز اللي مو راضي يجي؟ ما يبي يجي. يلا خلونا نقول بسم الله ونبتدي. يلا ليتس جو. المرحلة هذه من علي وافية، كاتب هذه مرحلة قصيرة صممتها وخفيفة فيها تشيك بوينت، يا رب انك تلعبها. فخلونا نشوف، نقول بسم الله ونلعبها. اوكي، كويس ان اعطاني انديكيشن في البداية اني لازم اسوي سبن على القنبات الموجودين. ما ادري ليش، ايش اللي خلاني اتقدم كذا بزيادة. يلا مرة ثانية ننتبه. اوكي، نخلي السيسوز يبتعدون. اوكي، على الطلقات، على اتجاه الطلقات، مية مية الوضع مرتب. هذي اتوقع، بسم الله الرحمن الرحيم، وشو ذا؟ اوكي، ممكن كنت لازم انطلق على طول، ما ادري، يمكن ما كانت واضحة. هو اكيد اللي راح يصير الحين انها راح تكون انطلاقة من دون ما استنى السبايني انها تنزل. خلونا نشوف. طيب ممتاز، واضح ان نفلت. ما ادري هل كان لازم احتفظ فيه ولا لا. اخذنا التشيك بوينت، لا تفكر كثير. حلو حلو حلو، خليك واثق بالمصمم. اوكي، واضح ان لازم نشيلها، نسوي سبناية عليها. شيء جدا ممتاز انك تحط ال شو هذا، شيء جدا ممتاز انك تحط نبتة. شكرا على المرحلة علي، ونتطلع لجديدك يا وحش. المرحلة هذه من عبد الله آيس كريم، كاتب هذه مرحلة من تصميمي، انا صممتها اصلا لصاحبي بس حبيت اخليك تجربها، ما حد فاز فيها. خلونا نشوف المرحلة تبعت عبد الله لصاحبه، متعب اتوقع. يو كان دو ات وبارت 2، الظاهر انه سواله بارت 1 لكن بارت 2 ما قدر انه يخلصها. اوكي، واضح في البداية انه لازم اسوي سبن، لو اني خليته على مومنتم واحد راح يكون افضل يعني. كركضة اخليها مومنتم واحد يعني، دش ددش. هذه كان ممكن انها تضبط لو اني قويتها شوي، بس خلينا نشوف وش مخبي يعني، هل ممكن يكون مخبي شيء. ون اب، ون اب ثانية، جميل. ثالثة، واضح انه مسوي مرحلة لصاحبه، فما ادري يعني لو انه بيقعد يسوي له ترول. اتوقع افضل حل اسوي مو سبن، ممكن اني لازم الزق بالجدار واعطيها قفزة يعني جانبية. خلونا نشوف لو انه قربنا. بحاول. كذا يعني نظام النصكم. واو، كان المفروض اني اكون مسرع، او انه ممكن يكون في نجمة اساسا هنا. هذا نظامك يا صاحبي. خلنا نشوف في شيء ثاني هنا. اوكي، طلع اللي فوق على الفاضي، يعني كان المفروض انه من نقزة واحدة.
خلونا الحين نحاول. المفروض ان اخذنا مومنتم محترم. خلونا نشوف وشو عندنا هنا. هذه بسيطة المفروض. غريبة الكماشات، والله مو شرط يعني، يمكن يكون في شيء مخفي بعد، يعني هو خلاني اثق فيه بزيادة المشكلة. والله شوفوا، اتوقع ان ابو السعادة قدر يقفط تشيز جيد، ف يعني ما كنت ابغى اني ابطئ هبوطي، فنقدر نختصر هذا يعني، مو انه شيء كثير، بس ما ادري والله ايش كان متخبي هنا، اذا كان في شيء ولا لا. تشيك بوينت، ممتاز. دقيقة، شو اللي سويت انا؟ طيب اوكي، بعدها نروح لهناك. تك تك تك. طيب ما فيها شيء هذه، خلونا نشوف. نقدر نروح هنا بعد، بس ما ادري هل لا كويس، توقعت ان وقت البي سويتش مهم. شكله باوزر فايت، خلصت افكار خوينا فحط باوزر فايت. لا تقولي الكبير ارجوك، والله شكله الكبير من قذائف النار تبعته. طيب اوكي، طيب شكرا على المرحلة. راح نلعب المرحلة هذه من السعود، وكاتب السلام عليكم سعود، عندي بمناسبة ان هذه اول مزة اوصل لك مرحلة، اول مرة ارسل لك مرحلة، عندي مرحلة ترولية قصيرة شوي بتخلصها، يمكن تقعد 5 دقائق الله يستر، فخلونا نشوف. عاد انت واسطتك اسمك يعني، ما حتى لو المرحلة ما عجبتني خلاص، مو عنصرية صح؟ طيب اوكي، المهم يعني لازم ناخذ دامج بوست في حالة ان لو نزلنا، بس خلونا نشوف شو وضع البلوك اللي هنا. اوكي ما في شيء، بس البلوك ممكن انه يدفنا. ممكن انه يدفنا لو كنت وردة، او انه ممكن انه نكمل، ممكن تطلع الوردة نكبة ما يندرى، خلونا نشوف. طيب ما هي ون واي؟ في عندي ابو صالح هنا، اقطع بليسك يا ابو صالح، حشرني. طيب باب ولا بايب؟ خلونا على نفس العالم فنخش الباب. لا والله الباب ما زين والله. فايش اللي جاء في بالي اسوي قبل لا ينزل البلوك الموجود هنا؟ راح اوقف في المكان ذا على اساس يدفني البلوك، راح اتدمج مرة واحدة ما عندي مشكلة، لا لكن راح اظل. غريبة، ليش تدمجت معني ضاغط سهم تحت؟ والله غريبة، مو هذا اللي كان بيصير، ضاغط سهم تحت بس. خل اعيد، يلا معلق على سهم تحت. في شيء جالس يصير هنا. في شيء جالس يصير يمنعني. هل ممكن اقدم شوي في البداية بعدها اخليها تدفني؟ دقيقة، خل اجرب كآخر خيار لي. لو اني اعطيتها كذا سرعة خرافية، خلاص الحين المفروض انه ما راح يدمجني. شفتوا كيف؟ لا والله دمجني والله. اجل الطريقة هذه غلط، فمعناها لازم اجرب البايب اللي فوق يا جماعة الخير. لو انه كان في ماشروم، لو انه كان في ماشروم راح يفيدني كثير، لانه راح اخليه يتحرك، ولو تحرك راح يكون الوضع جيد، لكن يلا مو مشكلة، خل اخش البايب، هو الطريق الوحيد اللي حاليا مبين. لا بعد غلط، احترت كذا، مستغرب انا ايش اللي يخليني اتدمج. وات يا شباب، شو السالفة؟
تدرون وش اللي جالس يصير؟ ما ضغطت هالمرة سهم تحت، لأني ما ضغطت سهم تحت ما تدمج. إيش هذا؟ ماني فاهم وش الكونسبت. مكتوب نو بما أنها مرحلة ترول، المفروض ما أضغط. أوكي راح أضغط، خلونا نشوف اليس. لا هو قال لي نو. ترى فعلا الحركة ذي غريبة، يعني شوفوا حتى حاط لي سهم تحت على اساس اني اعلق، لكن انا تاركه وبالتالي مو جالس يضرب بالشوك اللي فوق، فجالس يحتفظ بالمشروم. شيء غريب، ماني عارف وش الكونسبت بالضبط وراء الشيء ذا، بس انه قاعدة تضبط الشيء هذا كويس. فعلى اساس ان نثق بالترول الحين وما نضغط على النو، ف خلونا نشوف. كويس ممتاز، بس لا نثق فيه كثير. اوف اوكي، عندي ابو صالح هنا. يعني نخش الباب، هل تتوقع ان نخش الباب؟ والله شكلها باب باب باب. يلا يبغى لي اتصرف بسرعة، ما ادري. اوه طيب ايش المفروض اسوي هنا اساسا؟ اوكي عندي ريسيت دور. والله ما ظنيت ان ريسيت دور. خلونا نشوف. طيب عادي، لان السحرة على كل حال لو ان جوني من فوق راح يفتحوا لي الطريق. ممتاز. اوف استهدوا بالله، استهدوا بالله يا السحرة. الله يحرقكم يا السحرة. طيب شكرا يا الشباب. يعني اسمه سعود لازم يكون فطين يعني. يلا مرة ثانية خلونا ننجز نسحب على هذا كله. حنا قلنا على طول نتلفت وناخذ هذا على اساس ان نخش، على اساس ان هذا الصحيح، بس ما يندرى. راح اقدر اني اخذ الحشرة، شكلها حشرة يا شباب. والله فعلا حشرة، يعني كان ممكن يكون في باو. عاد حط تشيك بوينت يا اخي عشان ما اعيد هذا كله. ننتظر اللافا ترتفع اكثر. الظاهر ان هذا الحد الاقصى، خلونا نشوف. لا نفس الشيء نفس الشيء، ما فرق. وعلى اي اساس انتظرته ترتفع ما ادري. خلونا نجرب نخش من الباب هذا. طيب طيب غلط. طيب اوكي قلنا ناخذ هذا، اخذناه. واللي من السحرة قلنا انه غلط، اللي هناك. اوكي في كايزوات، لكن لو اني رحت الجهة الثانية خسارة، الجهة الثانية خسارة. ودي باو ثاني، يعني باو واحد ما يكفي. ولو ان رجعنا راح ننحبس، ما راح نقدر ان نكمل بسبة المونشرز اللي يطلع. يعني الطريق هذا غلط. شفتوا اللي صار؟ الباو مخبأ هنا اصلا. طيب خلاص قلنا الوضع المفروض يكون واضح، نلقط الباو من هنا. هو ده الكلام. طب خلونا نتأكد وش في فوق. ما في شيء، يعني لازم ان نخسر هذه. اخيرا، شكرا لك شكرا لك. طيب ما اتوقع ان لازم. طيب معنى هذا كله ان لازم، خلونا نشوف. ما توقعت كان في قروش، بس ما عندي مانع دام اني اخذت تشيك بوينت ما راح اعيد هذا كله. ف
اوكي هذا اللي ابغاه من البداية. راح القط الشل ذي. اوه لا كويس، توقعت انها تروح علي. لا المفروض ما كنت البسها. طيب جيد جيد. الا لا المفروض تدرون وش اسوي هنا، اخسرهم. اي اخسرهم وبعدها اخش. طيب انا اساسا ما راح احتاجها. اي ما راح احتاجها وعندي النجمة. يعني خلونا نشوف. بس كذا ورط. لا والله ما هي ورطة. راح اقدر اني اروح فوق بس ما يحتاج. لو اني رحت فوق ايش فيه اصلا؟ اوكي ما في شيء. اهم شيء اللقافة. خلونا نشوف البايب وين راح ارجع. ما راح ينزل علي شيء. اوكي يا حبيبي ليش؟ في البداية ما صقعتني الخرابيط هذي. يلا يلا ما عليه. يا ليل معبيلي اياها كلها كايزو بلوك. ما في لاني اروح من فوق. مستغرب كيف اول مرة ما جاتني الكايزو. طب نخلي ابو تبن ينزل. نجمة يا ابو الشباب ما راح تكون كويسة. وشو ذا؟ الفوز وين؟ طيب شكل هذا هو الفوز، بس اعدي البي دور واقدر بعدها اني افوز. يعني نقدر نقول انه وصلت الى النهاية. انا بس اني مستغرب ان شلون الكايزو بلوكس اللي كانوا موجودين بعد الباب كيف ما جبتهم اول مرة. كان شيء غريب يعني، يمكن نفسه استغرب. هذا واحد وما يحتاج غيره. نخلي بس بوتبن ينزل. انزل. طيب يلا ننطلق نكون سريعين مع البي سويتش. اتوقع ان كذا خلاص. فكذا خلصنا المرحلة. فأشكرك يا سعود على المرحلة، فعلا أخذت 5 دقائق زي ما قلت. راح نلعب المرحلة هذه من نوت أمبا مصرة كاتب السلام عليكم، أنا عبد الله لعبت واحدة من مراحلي قبل، هذه مرحلتي الجديدة مرحلة تجميع مفاتيح. يلا خلونا نشوف المرحلة من عبد الله. ونشوف. ما ادري اذا لعبت مراحلك من اول، بس اتمنى ما تكون مرسل لي من قبل بالتويتر. ممكن ارسلت لي بالجزء الاول، لان هنا افضل اني العب مراحل الناس اللي ما عندهم تويتر. خلونا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. بو صالح، نخلي بو صالح ينزل يفكنا من شره. في بو صالح ثاني بعد نفس الكلام ينزل بعدها نستفيد منه. اوكي قال لنا وول جمب. خلنا نشوف. اوه كويس، حلو حلو. فالظاهر ان هذه الانترودكشن حقت المرحلة قبل تجميع المفاتيح. يلا نبتدي من اليمين الى اليسار. عندنا جزئية بيرانا في البداية، راح اقدر اني اعطيها سبن في سبن. لطيفة هذه. وشو عندنا هنا؟ نفس الكلام، ددش ددش. الظاهر ان كذا خلصنا اول جزئية. حلو حلو. نشوف اللي بعدها جزئية بي سويتش، وبعدها جزئية دامج بوست. خلونا ندخل.
يبغالي اني اكون السرعة، عارفين التكنيك المعتاد. الارقام يا شباب، الارقام خربت علي اماكن الاشواك، ما ادري، حسيت ان بس شوكة واحدة اللي كانت قدامي. يلا خلونا نشوف مرة ثانية، كم شوكة في؟ واحدة، ثنتين، ثلاثة. طيب اوكي، بمجرد ما تركز تكون الامور زي القشطة. فراح نروح الحين للجزئية الاخيرة اللي هي جزئية الدمج بوست، ونشوف كيف راح تكون. اوكي، توقعت انها جزئية مناشير. بعدين اوكي نعطيها الرفرفة. هاي فايف، هاي فايف. اوكي، يبغالي اني اكون على الحفة على اساس انه ما يتدمج، يعني في نفس الوقت اني انتبه من الاشواك. هاي فايف. طيب اوكي، هنا نعطيها وكذا خلاص. المفروض ان كذا خلصت الجزئيات كلها، او باقي بعد زيادة الظاهر، باقي سيفتي كوين ممكن. لا ما اعتقد في زيادة، خلونا نشوف. خلونا ننتبه، عندي جزئية سكيورات، خل اوطي. لا، عند النهاية. ليش ما اعطيتها سرعة؟ كان المفروض اني اعطيها سرعة اكبر من كذا. اتصدقون جزئية الدامج بوست ما انحسبت علشان التشيك بوينت بعد، بس خل اسوي جزئية السكيور اول وبعدها اخلص جزئية الدامج بوست، ما كان فيها شيء. طيب كذا المفروض ان نكون خلصنا، لكن ما ادري ايش اللي خلاني استعجل وما اخذ القرش اللي بجزئية الدامج بوست، لكن مو مشكلة، ما كان شيء صعب. خلصناها؟ هل هذا القرش اللي اوكي ممتاز، نقدر الحين نخلصها بكل اريحية. فشكرا على المرحلة يا عبد الله. المرحلة هذه من لينا، كاتبة هاي مرحلتي، ان شاء الله تعجبك. يلا خلونا نلعبها ونشوف. ماريو وورلد ثيرد ليفل. اوكي، ظهر مرحلتها الثالثة. طيب عندنا كماشات في البداية وماشروم، واضح ان لازم نفتح لنا الطريق. اوكي ممتاز، مع انه كان ودي صراحة اشوف وشو في فوق، بس كالعادة احيانا اللقافة توديني في 60 داية. الظهر انه ما في شيء راح يروح ويرجع. كماشة ثانية. هل كنت بحتاج القنبة اللي هنا؟ مو اكيد راح اقدر اني اعدي هذا. كماشة، مرحلة كماشات. اوكي، وفي قنبات في النص، خلنا نعطيها دفعة. اوكي خلونا نشوف، نفتح لنا الطريق ونفس الكلام الى الجهة الثانية. يبغى لها دفعة الى التشيك بوينت. ممتاز ان ما بنعيد هذا كله، ولكن الحري بس حتى ما لها تكملة. نخش البايب زي الحلوين. خلونا نشوف، الظاهر انها ما يندرى. خلوني افترض انه كويس انه الافتراض ما كان، يعني كان في محلة خلونا نقول. طيب جيد، حلو حاليا وضعنا. وهو في بصالح تشوفونه، نعطيها الانطلاقة ونحاسب نشوف بس وشو.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعيد مرة ثانية. البصالح الأول والثاني. اوكي عندنا بنزايات. ما أتوقع إن في شيء. خلونا نخش. اوكي الظاهر إن هنا الفوز. طيب لازم يعني. شكرا على المرحلة. راح نلعب المرحلة هذه من محمد محتسب، كاتب السلام عليكم سعود، هذه مرحلتي جدا سهلة. خلونا نشوف عنوان المرحلة، Can you do it؟ فنشوف هل نقدر ولا ما نقدر. فنقول بسم الله، نشوف وش عندنا. الشمس الرائعة الشمس. وطيب ما راح اضغط على البي سويتش. ايه ما راح اضغط، راح اقدر. اوف اوف اوف، عندنا لاكيتو، عندنا شمس، عندنا كل شيء، حتى قنبلة عندنا. اوه نار بتاع كله يعني. وات، يا سلام يا سلام يا سلام، سلم. طيب اوكي، انا املي الوحيد. اوكي بليز. طيب ممتاز، نعطيهم احلى سحبة. اوه ما في فوز هنا. طيب كايزو، ان شاء الله مو كايزو، وان شاء الله ما في شمس ولا لاكيتو. بس ايش بيكون فيه يعني. اوكي بوس باتل، خلونا نقول في دونيس البومبر، مصر اني اسميها. طيب اعطيها قفزة، ودي اعطيها قفزة لان ذا العالم الاساسي اتوقع. اوف ابو صالح هنا. طيب خليه ينزل نتفاهم معاه. طيب في فكرة ممكن اني اسويها. لحظة يا ابو صالح، انا ابغاه ينزل. طيب فعلى الاقل، اوه بس انه والله ما عليه ما عليه، يضبطكم ابو السعادة. في عندنا توسترات. وبعدين الى السنيك بلاتفورم. بس ارجوك لا تجيب لي ابو صالح الحين، بما ان العاب ناريه. اوكي عندنا الفوز، فشكرا يا حسب الله ما ادري وش اسمه، محمد المحتسب. حسب الله. طيب شكرا يا صاحبنا محمد، ما ادري والله كيف جبت الاسم ذا، بس ما قصرت. راح نلعب المرحلة هذه من زنزن، اتوقع كاتب مرحلة تجميع بسيطة، اتمنى انها تعجبك. فخلونا نشوف مرحلته ونقول بسم الله. اوكي لازم اوصل بعد ما اجمع 25 من القروش. اوبا عندنا نينجات كثيرة. طيب اوكي هذا اول قرش، راح يسببون لنا ازعاج. واو لحظة، هل قال لي اتليست ولا قال لي اول؟ طيب اوكي ممتاز ان هذول راح ينزلون، فخلوني في السيف سايد حاليا. طيب اوكي باقي هذا واحد ما انتبهت له، خل انتبه من النينجات الموجودة هنا، ممكن انتكب منهم. في واحد نشبه هنا بعد. طيب حلو حلو حلو، خل اهبط. هذه واحدة. ياو في باوزر بعد، الله يسامحك، حاط لي باوزر ضمن هذا كله، كثير علي والله. وات. طيب لو اني نزلت راح اقدر اني اوف لحظة دقيقة،
ممكن أتدمج هنا، ما في طريق سالك؟ أوف والله هذه على الأعصاب يا شباب، الخسارة بتكون جي 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 يعني. جالس أشوف طلقات النحيس باوزر. أوكي 25 بليز. أوكي جد أنها ما كانت صعبة بس أنها كانت على الأعصاب، خصوصا أن ننجات كثير وفي باوزر فيها فيها ديستورشنز كثيرة. فشكرا على المرحلة. المرحلة هذه من واي 8 كاتب هذه مرحلة من تصميم اخوي سبيد رن. خلونا نلعب ونقول بسم الله. Don't hit the ground. مازن كأني شايف مراحلة في التويتر او يتهيأ لي. واضح ان سبيد رن لكن لازم اكون سريع. اوكي ما ادري هل كنت بوصل ولا لا. واضح انها تريبل شيل جمب. اوكي كان يبغالي سرعة ارميها وبعد الظهر ان في شيل ثانية، هذا اللي باين ما يندرى. خلونا نشوف. لا شو الفايدة، خلوني اول شيء اروح يسار وبعدها ارميها بالشكل ذا. طيب هذه ما يحتاج امسكها، يعني من حيث اللي جالس اشوفه واضح انه ما فيها شيء، لكن يبغالي انتبه. عندنا وشو هنا؟ واضح شو الجنبات. طيب وشو هنا؟ طيب انقز على الجهة الثانية بعدها بعد شو الجنب ثانية. طب واضح ان هذه شل جمب وهذه دبل، هذه او تريبل يمكن. اوكي وش عندنا؟ دبل وبعد دبل، ايش دعوه سبام هذا. طيب المرحلة يعني وش اقول لك، يعني لو كان التنويع فيها اكثر كان بيكون افضل. يعني حرفيا هي عبارة عن، يعني ما انكر ان اكيد انت تعبت فيها، بس يعني موضوع السبام بالنسبة لي ما هو ممتع. بس شكرا ما قصرت. راح نلعب المرحلة هذه من داود كاتب اليوم نزلت مرحلة كودها هذا واتمنى تعجبك، واذا ودك تجرب مراحل الباقي. خلونا نشوف المرحلة. الويجيز نايتمير مانشن ماريو يو. فخلونا نشوف المرحلة ونقول بسم الله. اوكي كان يبغى لها شوية سرعة او ما اتوقع اني احتاج، كنت اقدر اني اسوي لها جراوند باوند. خلونا نشوف، واضح انها تايتية شوي. طيب عندنا بي سويتش المفروض ان نضغطه. اقدر اني اخذ هذه على الفاضي. اوكي شكلها مرحلة حلوة صراحة. طبعا راح اخلي اغلب تركيزي على البو الشبح اللي يمشي، لاني اظن ان هو اساس البلا. كويس انه ابتعد. طيب هذا باقي واحد ثاني، اختفي لو سمحت. طيب ممتاز. اوكي باقي لنا شبحين. اوكي اتوقع اني راح اقدر اخش من بينهم. ممتاز خلونا نشوف راح نقدر ان نخش هنا. يا سلام قدامنا التشيك بوينت الاولى. خلوني بس انتبه. اوكي اكيد ابي التشيك بوينت، خلونا ناخذها.
على السريع، ما ودي اني اتعلق الى جهة الدونيس اللي هنا. اوكي ممتاز. طيب اكون على الطرف على اساس نقزتي تكون فريمية شوي، ونفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا، بس لم تزبط بالطريقة اللي ابغاها. لا ولا ايش اقول، جبت العيد بالكامل. في دونيس فوق، ما انتبهت لها يا شباب. كان في وحدة فوق كان ممكن انها تسهل لي الطريق، لكن ما عليه نجيبها ان شاء الله. ما عليه ما عليه، هذه هي الدونيس اللي كنت اقصدها. ما عليكم، ما ادري هل بنحتاج هذا كله ولا لا. الظاهر انها دفعة واحدة بس الاشباح مسببت لي ازمة. كذا حافظنا عليها، كذا اخذنا كذا زي القشطة يعني. والله شكلي راح اخسر، مع ان اقدر اني اسوي كذا وما اخسرها، بس هذه شكلي راح اخسرها غصب. ليتني اني نقصت. هذه كيف راح نجيبها؟ الظاهر انه يبغى لها كذا بالدمج بوس، نعطيها طق 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 كذا على طول. والله افضل طريقه اللي توصل لها بالسعاده يا شباب هي كالتالي: اول شيء اتدمج، بعدين اتدمج عشان اكون صغير، فبعدها راح اقدر اوصل ولا احافظ على دامج بوست ولا شيء. اوكي ممتاز. فخلونا نشوف. اوكي لازم احافظ على الماشروم، عندي وان اب وحيد. يلا ما نخليك وحيد. نفس الكلام، لازم اني احافظ على اساس اني اخش. واضح اني راح اخسر، مع اني كنت اقدر احافظ عليه، بس ما ادري. خلونا نشوف. تشيك بوينت ثانية. تصدقون اقدر اهرب من هذا كله، بس المشكلة انه ممكن يرجع، فخلونا على التصميم تبع مصممنا او الافكار تبعته. ما نشطح. شفتوا كيف كان فيها رجعة، والرجعة على الاغلب راح تكون نكبة لنا. اوكي اوكي يلا خلونا نرجع. انا كنت ايش ابغى اسوي، كنت ابغى اعطيها وول جمب من الجهة ذي. ما ادري هل راح احتاج الكوبة اللي هناك، ما اظن. يبغالي هذا الفوز. طيب مرحلة كانت حلوة صراحة، فيعطيك العافية ونطلع لجديدك.